باسمي وباسم وزارة الخارجية اسمحوا لي أن أرحب بالأخ العزيز معالي الأخ سامح شغلي. ابتسم الحوار بالصراحة والشفافية واتفقنا في كل ما تناقشنا فيه. أكدنا أيضا على أهمية اللقاءات الدورية بيننا كوزراء بين الإدارات المعنية في الخارجية في البلدين، كما أكدنا على أهمية اللقاءات بين أطر ومؤسسات أخرى معنية بهذه العلاقات، وذلك حتى نتلافى أيا ما يمكن أن يخدش هذه العلاقة في أي وقت، لأن العلاقة بين مصر والسودان كما أكدنا في الاجتماعات علاقة لا تنفصل على الدنيا. ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا، وأكدنا على الدعم المتبادل للمنظمات التي نشترك فيها، اتحاد أفريقي، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، وما إلى ذلك من أطر، وأكدنا بأن علاقاتنا متشابهة، تحدياتنا واحدة، وبالتالي لابد أن ننسق في كل هذه الأطر ليكون موقفنا واحدا وموحدا، وأن يتاح ذلك لكل منسوبي الوزارتين بل كل رسمية في البلدين. البشير والرسالة الشفهية التي قدمتها من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي كانت رسالة بتأكيد ما أكده الرئيس في كل مناسبة منذ اللقاء الأول مع فخامة الرئيس البشير من الالتزام المطلق بالعلاقة الاستراتيجية فيما بين البلدين، بالإدراك لأنه هذا هو أمن متبادل بين البلدين، وأن الروابط التي تجمع الشعبين لا انفصام فيها ولا قدرة على العيش بدون هذا الترابط وهذا التضامن، وأننا في هذا العصر نسعى لتحقيق موحد شعوبنا بالالتقاء بهم وتحقيق الازدهار وتحقيق الاستقرار، وهذا ما نعمل من خلاله من خلال هذه الشراكة الهامة، شراكة استراتيجية، شراكة تتعدى أي علاقة في أطر الدولية الرسمية.